احنا اليوم بصدد توزيع مجموعة من الكراسي راح يكون عددها ما يقارب 35 كرسي. هذه الكراسي مقدمة مشكورة من جمعية إغاثة أطفال فلسطين، اليوم بالشراكة مع المؤسسات لجنة المحافظة والاتحاد تم دعوة الأشخاص حسب قائمة الأولويات الموجودة وحسب نوعية الكراسي الموجودة، وفي أخصائيين رايحين يسلموا كل حالة بحالتها حسب وضعها الصحي وحسب نوع إعاقتها. احنا اليوم في محافظة طول كرم بنسلم كراسي متحركة ووكرات وعكازات للأشخاص ذو الإعاقة من محافظة طول كرم وقلقيلية. طبعا احنا اليوم راح يستفيد أطفال وكبار بالسن ما يقارب 100 شخص من المحافظة طول كرم وقلقيلية. احنا جايين نسلم عربيات على بدل هاي. بشكر جمعية اتحاد المعاقين طول كرم المخيم بالصاعد، بس بطلب السيد الرئيس المحافظ والرئيس مازن.